مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الكل كيتهافت على أسواق الأسبوعية للبهائم باش ياخد الأضحية ديالو. هاد الأخيرة كتعرف واحد الارتفاع وغلاء مهول في الأثمنة، بحيث يقدر يوصل ثمن الخروف لأكثر من 6000 درهم، وبالخصوص هاد السنة والسبب طبيعة الحال كيرجع للزيادات اللي عرفاتها الأعلاف والأدوية، بحيث أن الكساب ما يمكنش ليه يتحمل المصاريف بوحده. في هذا الفيديو عندنا لكم بعض الأثمنة الرائجة في الأسواق إلى حدود اليوم الأخير في هذا الأسبوع. الأثمنة في الأسواق كتختلف على اختلاف الأحجام ديال الأضاحي وكذلك النوع ديالها. بالنسبة للنوع السردي فبرحبة خميس مديونة كتروح الأثمنة ما بين 1500 درهم و4500 درهم. أما سوق الفقية بن صالح فالأثمنة ديالو كتروح ما بين 1000 درهم ل8500 درهم. في سوق حد البروج الأثمنة كتروح ما بين 1500 درهم ل3600 درهم. الكسابة والفلاحة صرحوا بلي أن نسبة الجودة كتلعب على الثمن ديال الأضحية، والأضحية اللي كانت كتسوى 1500 درهم العام اللي فات ولات ب 3000 درهم، وذلك كما سبق وقلنا بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار. حاولنا في هذا الفيديو نقربكم بالمختصر من الأثمنة الرائجة في بعض الأسواق. كنشكركم على المتابعة وكنضرب لكم موعد إن شاء الله في الفيديو الجاي.